اليوم 23 من شهر أيلول وهو يوم الاعتدال الخريفي، فما أبرز السمات والتغييرات اللي بيتسم فيها إضافة إلى الانفجارات الشمسية التي حدثت مؤخرا ولماذا لم يتم التنبؤ بها وما هو تأثيرها علينا وظاهرة اصطفاف الكواكب الحدث الفلكي المرتقب الأسبوع القادم؟ كل هاي الأمور راح نسلط الضوء عليها مع الدكتور محمد العصيري رئيس الجمعية الفلكية معنا اليوم. يسعد صباحك. صباح الورد نور، صباح الخير، صباحكم صباح جميع المشاهدين يا رب بهاليوم اللي بدأنا نشعر فيه لمسات الخريف. هي لمسات الخريف، يعني اليوم 23، لاحظ اليوم الاعتدال الخريفي بدأنا نشعر، ما فينا نقول بالخريف، فينا نقول بشوية لمسة برد، لمسة نغزة البرد، لدعة غير شكل، لدعة السقعة غير شكل. دكتور محمد، خلينا نحكي مع بعض عن الاعتدال الخريفي، خلينا يمكن نشرحه بشكل مفصل أكثر. تمام، اليوم هو يوم الاعتدال الخريفي، مثل ما بنعرف الأرض بتدور حول الشمس، دوران الأرض حول الشمس. دائما احنا لما نسال، كنا قبل ما يعني نطور بالمناهج سابقا كان السؤال دائما ينسال كالتالي: شو سبب تعاقب الفصول؟ كان دائما الجواب هو انه بسبب دوران الارض حول الشمس، لكن هذا الكلام غير صحيح اطلاقا. هذا جزء من الجواب الرابع. صحيح، هذا جزء من الجواب الصحيح، لانه كل كواكب المجموعه الشمسيه تدور حول الشمس، لكن ليس كل كواكب المجموعه الشمسيه تمتلك فصول اربعه. اذا في ميزه للارض، خاصة للأرض، خاصة فيها بتميزها عن باقي الكواكب، تجعل فيها تدرج الفصول الأربعة. شو هي ميلان محور دوران الأرض. إذن سبب الفصول الأربعة هو دوران الأرض حول الشمس بمحور دوران مائل 23 درجة ونص. هالمحور نور دوران مائل وليا بيجعل نسبة الإضاءة القادمة من الشمس، نسبة الحرارة القادمة من الشمس تتغير تدريجيا، فلما تقلب الأرض من أقرب نقطة إلى أبعد نقطة ما بتجي بحالة فجائية، يعني منكون بالصيف هيك منفيق مننام أو مننام منفيق منلاقي حالنا بالشتاء، أبدا لا، في حالة تدريجية تدرج. هالتدرج بمررنا على نقطتين، هالنقطتين اسمها الاعتدالين، الربيعي ب 21 آذار والخريفي اللي هو 23 أيلول. الخريفي الأرض تأخذ منحة من الصيف باتجاه الشتاء، يعني تتدرج الحرارة بالانخفاض، بالربيع تتدرج الحرارة بالارتفاع. إذا نقطة الاعتدال الربيعي والاعتدال الخريفي هي أهم نقطتين بدوران الأرض. أولا فينا نحدد فيهم طول الليل والنهار، لأنه بهاليوم تحديدا يكون طول الليل تقريبا يساوي تماما لطول النهار، يعني النص تماما، اليوم نصف الليل نصف الليل، ما في مزح. الشمس تشرق تقريبا من الشرق تماما حسب ابتعادنا طبعا واقترابنا عن خط الاستواء، تغرب من الغرب تماما. هي كلها بالاعتدالين فينا نحن نحددها، يعني انا اليوم بسوريا اذا حابب اعرف اقرب نقطه للغرب بالضبط بتطلع اليوم على غروب الشمس، بدي اعرف اليوم اقرب نقطه للشرق بتطلع على شروق الشمس، بيعطينا الغرب تماما والشرق تماما. اليوم تحديدا والاعتدال الربيعي بنفس القصه. اذا هذا التدرج بيخلينا نحن نستشعر بهالفصول. طبعا نحن سواء مدار السرطان او مدار الجدي اللي هن بعد خط الاستواء وقبل القطبين، هذا المجال، هذا الخط الضيق، هذا الشريط على الكره الارضيه هو اكثر ما يشعر بالخريف والربيع. المفروض بهذا الشريط ان يكون الربيع والخريف محسوسين، لكن بسبب الاحتباس الحراري وتغير ترتيب المناخ الارضي أصبحنا لا نشعر بشكل واضح بالربيع والخريف. أكبر دليل اليوم، اليوم نحن ما شعرنا بتدرج حرارة، لا مبارح كان شوب وهلا كنا عم نحكي تحت الهواء، مبارح شوب فجأة اليوم فقنا برد. فإذا هذا هو الاضطراب المناخي اللي عم نحكي عنه، كان المفروض يكون البرد بدأ تدريجيا قبل الفترة، يعني مع بداية أيلول، وأجدادنا كانوا أيلول لازم يكون في شوية مطر، شوية ما لقينا في مطر، لكن فجأة بيوم الاعتدال الخريفي انتقلنا من حالة إلى حالة أخرى. هاي الحالة الأخرى رح نبدأ نشعر فيها خلال الأيام القادمة، يعني حنلاحظ أنه فجأة دخلنا الشتاء، يعني بدون أي مقدمات. هذا اللي بدي أسألك عنه دكتور محمد، عم نشوف يمكن تخربط بالفصول، يعني نحن اليوم 23 أيلول لازم نحن نشعر مثل ما قلت ببداية الخريف، ولازم نحس بفصل الخريف، عم نحس لا الفصول فقط هي صيف شتاء. يعني نحن قبل كنا تعتبر منطقة البحر المتوسط هي منطقة لا تعتبر مناخ صحراوي، هلا نحن نندرج ضمن المناخ الصحراوي نوعا ما. صحيح بالضبط. إذا شو السبب؟ نحن نبحث عن السبب. السبب هو ما يعرف باسم الاحتباس الحراري، هذا الغلاف الجوي الإضافي أو هو الغلاف الملوث يلي صنعه الإنسان من غاز ثاني أكسيد الكربون وغازات الدفيئة الزجاجية. هذا الغاز حجب أشعة الشمس وسبب تغيرات والاضطرابات بالمناخ اللي عم نعاني منه نحن.
يعني مثلا بالصين في بعض المناطق بالصين يتم نقل غروب الشمس وشروق الشمس على شاشات لانه ما بيقدروا يشوفوها من كثر سحابه الدخان. يعني بيقولوا بالصين اذا دخن الشعب الصيني كله يحدث كارثه بالكره الارضيه. عدد سكان الصين كبير. اذا حاله الاحتباس الحراري هي بالصين. بالمكسيك في ايام محدده بالمكسيك يضطرون الى استخدام كمامات اكسجين ايضا بسبب التلوث. هذا التلوث هو اللي عم يغير بمناخنا وعم يسبب ارتفاعات درجات الحراره. بالفعل نور ليا العام 2017 هو العام الثالث على التوالي يلي شهدت فيه الارض ارتفاعات حراره غير مسبوقه. يعني سجلنا اعلى درجات حراره عام 2017 وقبله 2016 وقبله 2015. يعني 3 سنين والحراره عم ترتفع ما عم تنخفض. بوضع لازم تكون الحراره تنخفض وليس ترتفع. لانه هلا بندخل بقى على الشق الثاني بمقدمتكم انه المفروض الشمس هلا مستقره. وهذا بالفعل نحن بنهايه دوره شمسيه. الشمس فيها بقع شمسيه، هالبقع الشمسيه تسبب نشاط شمسي قوي، هالنشاط الشمسي يؤثر على الحراره. عام 2008 بدا نشاط شمسي بينتهي عام بعد 11 سنه، يعني 2018 2019 بينتهي. فنحن بنهايه نشاط شمسي، بالتالي الشمس مستقره، لكن المؤشرات تشير الى عكس ذلك تماما. نعم فتره الصيف كانت الشمس ما فيها ولا انفجار، لكن الحراره عاليه. هذا بيأكد الاحتباس الحراري. وين المفاجأة نور وليا؟ الأسبوع الماضي. الأسبوع الماضي وكنا عايشين بفكر أنه الشتاء قادم وأن الصيف انتهى، وكان كل المؤشرات أنه في انخفاضات درجات حرارة وأنه دخلنا الخريف تدريجيا. نفاجأ بحدث شمسي قوي جدا فعلا فاجأ كل العلماء. غير متوقع تماما. من 4 أيلول 2017 ل 10 أيلول 2017 ستة انفجارات شمسية، وحدث السابع 14 أيلول متوالية. ما كان متوقع أنه يحدث انفجارات على الشمس لأنه الشمس مستقرة، لكن حدث 7 انفجارات متوالية على سطح الشمس، آخرها كان 10 أيلول. ترتيبه للمختصين X8، يعني من أقوى الانفجارات الشمسية. لا يا نور، لو هالانفجار الشمسي قابل الأرض ما كنا هلا على الهواء. فعلا كان كل شيء إقمار صناعية، كل شيء اتصالات تعطل بالكرة الأرضية تماما. لكن حدث الانفجار على طرف الشمس البعيد عن الأرض. فبالتالي ما واجهتنا تأثير الرياح الشمسية، لكن واجهتنا الحرارة، اختلاف المناخ. تماما اختلاف المناخ. ومشان هيك إذا تتذكروا معي اعتبارا من 14 أيلول للأمس كانت الحرارة كثير عالية. يا سلام. إذا سبب ارتفاع الحرارة هالمرة أبدا من الاحتباس الحراري، الانفجار يلي حدث على سطح الشمس يلي خلى العلماء يصابون بذهول. ما هن عم يراقبوا الشمس، ما كان في أي مؤشرات لنشاط، وهلأ خاصة ما عندنا نشاط شمسي. كيف شو حدث للشمس خلاها تعصب تزعل يحدث الانفجارات يلي سببت ارتفاعات درجات الحرارة؟ هل يا ترى قادرين على التنبؤ بالانفجارات الشمسية؟ بقدر لكم اليوم أنه للأسف لا. كل دراساتنا وتنبؤاتنا كانت تشير أنه عنا إمكانية للتنبؤ، لكن هالانفجارات الستة اللي حدثت أثبتت أنه عنا ضعف بدراسة الشمس. حتى 3 مراصد اللي عم تدور حول وتوابعها أثبتت أنه ما عندها قدرة بالإحاطة بدقة بكل نشاط الشمسي. هذا الشيء بيجعلنا نعيد حساباتنا بتأثير الشمس على المناخ الأرضي. يوم 10 أيلول حدث انفجار وصل على الأرض 14 أيلول، وصل تأثيره على الأرض 14 أيلول. الحمد لله ما كان هذا الانفجار مواجه للأرض، وإلا كان هناك حدث كارثي يتعلق بأجهزة الإلكترونية والأقمار الصناعية. طبعا نحن كبشر ما بنتأثر بالرياح الشمسية والانفجارات، نتأثر بملحقاتها من ارتفاع درجات الحرارة ومن أعطال الأقمار الصناعية وكل ما يتعلق بالتيار الكهربائي. هل يا ترى ممكن يحدث انفجار مقابل للأرض؟ ما في بقعة واضحة مقابل للأرض، فبالتالي من المستبعد أن يحدث انفجار مقابل للأرض، لكن ليس من المستبعد أن تبقى الشمس على أطرافها غاضبة بحالة عصبية بحالة انفجارات. فبالتالي ممكن نشهد نحن هذا العام تحديدا شيء غريب بفصل الشتاء، أن يكون الشتاء قارس وصغير، يعني قصير المدة لكن مكثف، بمعنى أنه حنشهد أكثر مثلا من عاصفة جليدية. إذا بقيت الشمس هيك ممكن نشهد بالشتاء أكثر من عاصفة جليدية، ممكن نستشعر تغير بمناخ حتى بسوريا مختلف، ممكن تشهد بعض الدول يلي ما شهدت ثلوج بالسابق ممكن تشهد هذا العام ثلوج، مثل الخليج مثل مصر تشهد ثلوج بشكل غير متوقع. السبب كله هالتغير سواء على الأرض أو على الشمس. يعني صار عندنا تداخل حالتين،
حالة الاحتباس الحراري الأرضي وحالة الانفجارات الشمسية. لاحظتوا لي يا ونور قديش أهمية علوم الفضاء والفلك؟ يعني إذا بدنا نحمي حياتنا على الأرض اليوم لازم تكون دراستنا لعلوم الفضاء والفلك دراسة دقيقة وذات مصداقية ووثوقية عالية. ومشان هيك سارع علماء الفضاء والفلك حديثا لإطلاق قمر صناعي جديد خاص بدراسة تأثير الاحتباس الحراري والنشاط الشمسي على الأرض. صارت نحن بحاجة لأنه ندرس هذا الموضوع. صح. يعني بعام مثلا بأعوام الماضية تحديدا حتى بالانفجار الماضي تم تنبيه رواد الفضاء بمحطة الفضاء الدولية حبسوهم لمدة 24 ساعة. يعني مو سهلة إنه خافوا رواد الفضاء من الانفجارات الشمسية. يعني هذا بيصير قلق وبيصير كوارث موضوع الانفجارات الشمسية. وبالتالي نحن بحاجة لحل لغز ومعضلة متى يحدث انفجار على سطح الشمس. يعني هلأ نحن أمورنا بالسليم ما رح يصير انفجار بالأيام القادمة ما بقى فيه. لا 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 هلأ نحن حتى نحن ما تنبأنا وصار فيه. هلأ هلأ خلص إنه ما بقى فيه هلأ انفجارات بالشمس. تشير إلى انفجارات مقابلة للأرض. مو مقابلة على الأطراف. على الأطراف غير معروفة. بأي لحظة ممكن يحدث انفجار. لكن بعد هالفورة للشمس العلماء لاحظوا إنه رجعت. هديت. ان شاء الله تكون هديت يعني ما تكون زعلانه منا وترجع ما في مفاجآت اخرى تكون لانه نحن بحاجه شتاء بصراحه بحاجه امطار. ايضا ذكرتوني بمعلومه ايضا تشاع خطا انه الشتاء في سوريا مثلا تكون الارض ابعد ما يمكن عن الشمس وبالصيف بتكون الارض اقرب ما يمكن على الشمس او اقرب ما يمكن من الشمس. يعني كل شيء اخذناه بالصف الرابع الجغرافيا نحن عم نصححه تماما. هذا الكلام مو صحيح على فكره. يكون اسمه الحمله قايمه وقايمه على المناهز. يكون فصل الشتاء في سوريا او في قصف القرى الشمالي في لما تكون الارض اقرب ما يمكن للشمس لكن محور دوران الارض القطب الشمالي فيها بعيد. يعني نحن بنكون اقرب ما يمكن للشمس لكن نحن الجهه الابعد شوي. يعني مقابلنا هيك الطرف الاخر تمام. فبالتالي شتاءنا أخف من شتاء نصف الكرة الجنوبي. بنصف الكرة الجنوبي لما يكون الشتاء فيها بيكون صيف عنا منكون أبعد ما يمكن عن الشمس. الشمس فبالتالي الشتاء نصف الكرة الجنوبي أشد وصيف أشد. عشان هيك الحياة بنصف الكرة الجنوبي أقل من الحياة بنصف الكرة الشمالي. نسبة الثلوج بنصف الكرة الجنوبي أكثر بكثير من نسبة الثلوج بنصف الكرة الشمالي. خزان الماء للأرض يقع في نصف الكرة الجنوبي. إذن السبب بكل بساطة أنه بفصل الصيف بنصف الكرة الشمالي تكون الأرض أقرب ما يمكن للشمس أبعد ما يمكن للشمس وليس أقرب. وبالشتاء تكون الأرض أقرب ما يمكن للشمس. شتاءنا طبعا لنصف الكرة الشمالي. طيب دكتور محمد خلينا نحكي عن ظاهرة راح تكون الأسبوع المقبل وهي اصطفاف الكواكب. يمكن حكينا عن ظاهرة اعتدال المناخ الانفجارات الشمسية في ظاهرة قريبا ستكون. تمام عندنا ظاهرتين واحدة بعيدة اللي هي الهطل الشهابي بنخليها لوقتها. لكن هلا في عندنا ظاهرة جميلة جدا 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 وللأسف مثل العادة يعني مثل منهاج الرياضيات لا يخلو منهاج الرياضيات من الأرقام الفلك لا يخلو من الإشاعات. هاي الظاهرة مباشرة حملوها إشاعة بنهاية العالم يوم الاثنين. ابتداء من اليوم لمدة أسبوع في عنا ظاهرة فلكية رائعة جدا هي وجود ثلاث كواكب على صف واحد. هن عطارد الزهرة المريخ حنشوفهم بالسماء باتجاه الشرق على صف واحد تماما ثلاثة أفا بعضهم تمام بظاهرة جميلة جدا للمتابعين والمهتمين. للأسف الظاهرة 5 صباحا فبالتالي بدهم يفيقوا بكير ويشوفوها بيلاقوا ثلاث نقط لامعة تحت بعض البعض بخط مستقيم ألمعها كوكب الزهرة أكثرها احمرارا يعني لونها أحمر المريخ وعطارد بيكون يا دوب مبين بشكل جميل جدا. خلينا نحكي تأثيرات هاي الكواكب على السريع لأنه عاد في للأسف حملوها أنه بتنتهي الحياة هذا الارتصاف بسبب نهاية الحياة. هذا الكلام غير صحيح. هي ظاهرة صح شفنا على الفيسبوك كتير من هذا الحديث أمنيات وخمس أمنيات وما بعرف شو. فإذا كلام غير صحيح إطلاقا. هي ظاهرة جميلة جدا ممكن متابعتها ممكن مشاهدتها ممكن رصدها والاستمتاع فيها ومعرفة الكواكب الموجودة بسمائنا. يعني ممكن نحن نتعرف من خلالها على الكواكب الموجودة بسمائنا. نعم الدكتور محمد العصيري رئيس الجمعية الفلكية السورية شكرا لوجودك معنا وشكرا للمعلومات اللي منحتنا إياها اليوم. يسعد صباحك نور. لي يسعد صباحك وشكرا كتير لحضرتك.